واحد التحليه باناكوتا كتقدم في الكيسان. يلا واخا واخا ناخذو دائما الفريزر. عندنا دابا الفريز هاد الوقيته موجود نستغلوه. حاجتنا في واحد زلافه ديال الفريز كنغسلوها ونديروها في الخلاط مع ما السكر جوج معالق ولا ثلاثه اللي بغات السيده، واحد ثلاثه د المعالق. كنحاول ما نزربش راه، ولكن هادشي راه عطا الله. ثلاثه د المعالق ديال النشا، السيترو ديال الماء، ناخذ نخلطهم زلافه ديال الفريز، السكر حسب الذوق، ثلاثه د المعالق ديال النشا، السيترو ديال الماء، كنخلطوه مزيان في الخلاط حتى نخلطوه ونصفيوه ونديروه في كاسرونه وبقى نحركوه حتى كيعقد. كنخليوه يبرد شويه وكناخذوا واحد البلاطو باش نهزوه، باش مابقاش نهزوه وحده بوحده الكونجيلاتور. نحطو بلاطو ونحطو فوسط من الزيفات، زيفات راه المنزل دائما فيه زيفات ديال الحريره. كناخذوا الكيسان ونحطوهم في الزيفات ونميلوهم لواحد الجهه حتى كاملين، وبقى نكبو ديك التحليه حتى ديال الفريز حتى نكبوها ونخليوها تبرد شويه ونحطها في الكونجيلاتور عوض من نوجدوا الكريمه البيضاء. كنحطو واحد نص ساعه تقريبا في الكونجيلاتور حتى كيشدو راسهم. ناخذوا الكاسرونه، ناخذوا واحد نص سيترو ديال الكريم فريش اذا كانت موجوده، ما كانتش راه كنديروا طو ديال الحليب، نص سيترو ديال الكريم فريش. غير الكريم فريش داك الكريم فاش كيطيب كتجي النكهه ديالو احسن من زعما من الحليب. اللي لقى لا كريم فريش يدير نص سيترو ديال الكريم فريش ونص سيترو ديال الحليب، اللي ما لقاش كيدير نص سيترو ديال الحليب مباشره. كنديروا في كاسرونه مع ثلاثه المعالق كبار ديال النشا وثلاثه المعالق كبار ديال السكر، وبقى نحركوا شويه بشويه حتى كيعقد. كنخليوه يبرد، حنا كنحركوا واحد 5 دقائق خارج البوطه حتى كيبرد شويه باش ما نكبوش فوق هذاك ويتخلطوا لنا، لان بغينا الطبقه تبقى باينه. نخرجوا هذاك اللي من الكونجيلاتور اللي درنا نص ساعه، كنكبوا الخليط الابيض، راه كيجينا نص غوز ونص بيض كيجي رائع. صافي نخليوه يبرد شويه، نحطوه الكونجيلاتور واحد الساعه قبل ما تحطيه تقدميه. اللي بغات تحطوها كوك راه زوين، اللي بغات دير فوق منه شوكولاته فيرميسيل او لا فواكه، اللي زين حسب الذوق. اي حسب الذوق وشنو موجود عندنا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. كتقدمها بحال هكا في السحور راه كتجي رائعه. اي زوينه، الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك.